الأخيان أحسن مضية لكن بعد شر. الحسين الليلة أطفأ القناديل وقال لأصحابه يابا اللي يبى يروح ترى يكون ظلام، تقدرون تروحون ما حد يشوفكم ما حد يخجل. احضروا كربلاء بشعوركم بعقولكم، نحن نسلم على الحسين عليه السلام. جميعا في السلام. السلام على الحسين وعلى أولاده. وعلى أصحاب الحسين وعلى أنا تأخرت في المجلس اللي قبل، قلت الحين الشارع وش يوصلني، وإذا الحسين معطل كل شيء، معطل كل شيء الحسين. بس في الأرض كلها ومن عليه، الأرض كلها تبكي على وكتك السماء يا وأهل السلس. فما قادر أعيننا الباكية، ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم عبيط في ذلك اليوم. بكتك السماء وأهل السماء، فما قادر أعيننا الباكية، وفاضت دماؤك فوق الصعيد، فما فيض أدمعنا الجارية من أجلنا يا أبا عبد الله، وصمت قواعده الراسيات بأرواح فديتك الغالية. يعني الحسين قدم قرائن من أجلنا، دموعنا جامدة عيوننا عاصية، ألا تبكي على الحسين وتنادي وحسينا. ولولا القرابين من هاشم لساخت قواعده الراسية. دخرت لدين الهدى راعيا، وكنت لشرعته الداعيه،
يا سيدي يا أبا عبد الله، فلم تلف من أذن صاغية كأن جهنم أوحت لهم بأن يصطلوا نارها الحامية، فتبا لهم كم أراقوا ثمن وكم أثكلوا مهجة دامية. في هذه الليلة توجه إلى كربلاء الآن، توجهوا روحوا إلى كربلاء وشوفوا فسطاط مخيمات الحسين عليه السلام من جانب، والواقفين يحرسون ذلك الفسطاط 72 رجلا. يحفر الحسين خندقا من خلف المخيمات حتى لا يهجم الأعداء من الخلف على بنات الرسالة. زينب في عصر هذا اليوم التقت بالحسين ووجهت إليه سؤال. توقع حبيبي شنو السؤال هذا؟ تقول له: أخي أبا عبد الله، يجينا الكربلاء وانت دعيت الكثير لنصرة هذا الدين، لكن أوجه لك سؤال: هل جيش المجتمع لنا أم علينا؟ شافت العسكر واصبحت زينب حزينة ونادت على العباس: يا حامي الضعيف أبو فاضل، شور على الوالي يرد ابنه قبل المسا يمسي وقبل يهود الليل. هذا مو جواب واحد صراحة. خلونا نعزي الليلة يا جماعة، خلونا نعزي الزهراء سلام الله عليها، ونجيك مواقف عن الزهراء شلون تكون نصرة ولدها الحسين عليه السلام. نعم في هذه الليلة يقول لي: ايش تقولين اخي زينب؟ قالت: هذا الجيش المحتاط بنا يقول الحسين كله علينا. انزين ماذا تريدين يا زينب؟ قالت: شور على الوالي يرد من المدينة قبل المساء يمسي وقبل يهود الليل. شلون نتقدم لاخوي حسين الشور والارض هذه كربلاء والشهر فوز وسعادة مرجلة ونور واهل محل المرجلة وعز الرجاج. وخي زينب انا خوفي يقول حسين ما شاور علي الا من الذلة وخوف من المنية وانا المسمى خوش قد استعداد عند زينب هذه الليلة. من خيمة إلى خيمة.
ومن واحد إلى واحد تدخل عند العباس والذكرى بمواقف أمير المؤمنين. تركت الخلق، الله لاحظ كلمات الحسين عليه السلام، ترى على حسابك انت وكان على حسابك. يقول تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيان لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد. وعن هالشهادة بالحشر ملزوم جازيك، ويوم القيامة بتلتقطها بها أعاديك، ولياليكم تفوز بحور وجنا. ثبتنا الله على ولايته. الحسين عليه السلام في هذه الكلمات البسيطة، هذا الشعر الذي صاغ أحد المؤمنين كلمات الحسين عليه السلام في باب التضحية وباب الفداء من أجل الدين، الفداء من أجل الأمة، الفداء من أجل حياة البشرية، الفداء من أجل الإسلام، الفداء من أجل الإصلاح الذي نشده الحسين عليه السلام. سيدي أبا عبد الله، أنت نشدت هذا الأمر وهذا الخط، يعني إيش رايح تقدم أنت حتى أنك تفدي هذا الدين لهذه الأمة وتبقى الأمة بحياة سعيدة دائمة باقية غير فانية، إيش رايح تقدم؟ قال: قدم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 23 سنة خدمة لهذه الأمة، وجاهد أبي أمير المؤمنين بين يديه بقوته وسيفه، وكذلك أخي الإمام الحسن سلام الله عليه. إنزين وانت أبا عبد الله؟ قال: سألت الدين هل تحتاج إلى شيء آخر كي تبقى؟ قال: بلى يا أبا عبد الله. قال: وماذا؟ قال: نفسك الزكية. قال: نفسي فداء للدين. ولهذا الحسين سلام الله عليه ماذا يقول؟ تركت الخلق، كل شيء في الوجود يا أبا عبد الله، كل شيء في الوجود يا رب من أجلك وفداء لهذا الدين، أقدم وأضحي بكل مال فضلا عن الرخيص، بأهلي وأولادي ونسائي وأطفالي وكل ما أملك حتى يبقى الدين مرفرفا. واحد رجل يدخل على الإمام زين العابدين يقول له: سيدي يا ابن رسول الله، نزل أبوك أرض كربلاء، قتل وجميع أهل بيته من الرجال والشباب وأمصاره، وأخذ أهل بيته سبايا على أقتاب المطايا يطاف بهم من بلد إلى بلد، من مجلس إلى مجلس، ومن زقاق إلى زقاق، من هو المنتصر يا ابن رسول الله؟ قال: إذا سمعت الأذان يؤذن، إذا جاء وقت الصلاة وسمعت على أن الأذان يؤذن أو المؤذن يؤذن، فاعلم أن أبي الحسين عليه السلام هو المنتصر. مو 1400 سنة من قتل الحسين عليه السلام، علم يخوف، علم علم في الطريق مركوز مثبت يخوف، شنو مسوي الحسين عليه السلام؟ هذه افعال الحسين سلام الله عليه،
أو إذا بالناس روح أنظر إلى شوارع بريطانيا في لندن وغير لندن ونيويورك وكندا وكل بقاع العالم منصوبة أعلام الحسين عليه السلام، ويشار إلى أن هذا الرجل الذي ضحى بنفسه من أجل مصلحة أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله لن تمحو ذكرى نجم السيدة زينب سلام الله عليها، هذه المرأة العظيمة. لعله يكون الحديث في الليلة القادمة عن عقيلة الطالبيين. نعم زينب سلام الله عليها، هؤلاء بنو أمية حرثوا وهدموا قبر الحسين عليه السلام، وجاء بنو العباس وفعلوا ما فعلوا في قبر الحسين سلام الله عليه، يريدون يمحون آثار هذا المصاب الجلل، هذه الحادثة التي سجلها التاريخ في أمر الحسين سلام الله عليه، فما استطاعوا. ولهذا إلى اليوم أعلام الحسين عليه السلام مرفوعة خفاقة على وجه الأرض في كل بقاع الأرض يذكرون الحسين عليه السلام. هؤلاء الذين لبوا الحسين سلام الله عليه وجاءوا لنصب مأتمه وتحدوا كل من يقف في طريقهم ويمنعهم من إقامة تعزية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الحسين ضحى من أجلنا فنحن نضحي من أجل الحسين ونقدم كل شيء حتى يبقى الحسين عليه السلام. فقال إذا جاء وقت الصلاة وسمعت المؤذن يؤذن فاعلم أن أبي هو المنتصر، وهذا هو الانتصار الذي سجله الحسين عليه السلام من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. بماذا انتصر الحسين سلام الله عليه؟ محمد بن الحنفية يتوجه إلى أبي عبد الله، مر علينا هذا الذكر، ولكن يقول له أخي أبا عبد الله أنت رايح إلى أرض مقتلك ومصرعك. قال شاء الله أن يراني قتيلا وبدمائي غسيلا. قال لي زين ليش تحمل هذه النسوة والأطفال وكل العائلة وما خليت أحد بالبيت؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا. الحسين سلام الله عليه بتضحيته، ولهذا كله مقدمة لهذه الليلة. نعيد كلمات الحسين سلام الله عليه عندما يقول تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. يعني تتيتم الأطفال ترمل النساء كله في فداك، ويقدمه الحسين سلام الله عليه في هذه الليلة ليلة عاشور. والحسين عليه السلام بأرض كربلاء وأحاطته جنود كالجراد المنتشر. يقول الحسين عليه السلام ما رأيت أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي. سوفك بعد الله يرخصهم الحسين عليه السلام في هذه الليلة أصحابا، يأمر أحد أولاد شباب بني هاشم يقول لهم اطفئوا القناديل، يقولون له ليش أبا عبد الله؟ طبعا يسأل الحسين عليه السلام لا أريد أتعرف لماذا يا أبا عبد الله؟ تطفئ القناديل وإذا بالحسين عليه السلام يخطب في أصحابه ويقول لهم أصحابي، يمر بيده على أبصارهم فيكشف لهم قصورهم في الجنة، يقول لهم هذه قصوركم في الجنة، أنتم في حل من بيعتي، لو قتلوكم ما تركوني
ولو قتلوني ما فكروا فيكم. لا أطالبكم غدا بشيء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، روح وكل شيء لكم غدا. هذه قصوركم بجوار قصور رسول الله وأهل بيته. اقلهم يا سامين الفخر ويا المعالي، عاشر ترى الليلة ويتالي، وبكرة العدا تهجم على مخيم عيالي. من توقى صدم هالجمع مبعوث لي، قال حبيب الليث مقصدنا المنايا، نبقى على حر الشمس كل ضحايا، وعنك نصد لاوين يا شمس الهداية. اش نعتذر عند المصطفى خير البرية، عنك نصد والجيش سد فروج البرور، مانع عليك المال والجو نار مسعور، من غير ناصر والحرم تلعب الخدور. شنقول للكرار والزهر الزكية، وبرير قام بخطبته ودب الأعمامه، شمع عراقه وشامه، الذبحك شلون تصير عيشت لهني. لا يا ابا عبد الله، لا نخليك او نخلي الاعادي تتخلى رؤوسها عن طلاع. ماذا نقول لاحمد ولفاطم أنا تركنا شيخنا والمولى؟ يعني شلون نعتذر باكر عند أمك الزهراء، نقول دعانا الحسين لا نصرته وخذلنا. نتحدث عن بعض أنصار الحسين عليه السلام ومواقفهم في يوم عاشوراء. تعرفون موضوع عابس، هذا عابس بن هلال البجلي أو غيره، هذا في يوم عاشوراء رمى الدرع والطاس من على رأسه ومشى في الأرض حافيا، كان مكشوف الرأس، رمى سيفه. قالوا له يا عابس أجننت؟ قال حب الحسين أجنني، لأن ما يقدر يسمع الحسين يقول وحدته وقلة ناصرة، لابد أن يلبي الحسين. ما قدر يسمع كلمات الحسين سلام الله عليه. نعم، فرم الطاس والدرع ودخل يهرول بالمعركة وهو يقول لبيك أبا عبد الله. جنادة ابن عامر ايضا واحد من انصار الحسين عليه السلام، هذا قتل بين يدي ابي عبد الله سلام الله عليه عند ولد اسمه عمرو، بين الثامنة والتاسعة من عمره. جاءت اليه امه وشدت وسطه واعطته سيفا قامته اطول من قامة هذا الغلام، وقالت له ولدي أريدك تبيض وجهي عند الزهراء، أبوك قتل الساعة، فامضي إلى الحسين واستأذن منه أن تدخل المعركة. جهز عمرو إلى الحسين سلام الله عليه، مثل بين يدي سيدي أبا عبد الله، أذن لأدخل الحار.
قال له ولدي انت بعدك صغير وقتل ابوك قبل ساعه، روح الى امك لكي تبقى لها سلوى، ولا اريد ان تكون مصيبتين على امك في يوم واحد. قال له سيدي يا ابا عبد الله ان امي التي ارسلتني رجع الى امه وما تربتني الحسين. قال ابقى سلوى اليك لكي لا تصابي بمصيبتين في يوم واحد. قالت الحسين استصغر ولدي ورفض، رفعت سراويله وشدت وسطه ووضعت على راسه بيضه، وضعت يدها على عاتقه وجاءت تسحب اذيالها الى ابي عبد الله الحسين عليه السلام. تقول له سيدي ابا عبد الله اقبل ولدي. قال ليبقى لك سلوه. قالت اترضى ان تثكل الزهراء بولدها ولا اثكل بولدي؟ يقبله الحسين ودخل الى المعركه، ايش يسوي ولد بهذا العمر؟ ولكن لعله وفقه الله سبحانه وتعالى ولا يجرح واحد من الاعداء، او اذا حوافر الخيول تسحق ذاك الولد. هذا صرخ في سقوطه الى الارض، امه سلمي على الحسين بهذه الكلمات. هذه الام لما سمعت هذا الكلام جاءت الى خيمتها، شلعت عمود الخيمة وجاءت مهرولة الى المعركة وهي تنادي لبيك يا حسين. التفت الحسين الى علي الاكبر، ولدي علي روح خد هذا الولد، ولد عمرو بن جنادة، لا تسحقه حوافر الخيول، وانا روح الى هذه المرأة المعركة. جاء الحسين عمة الله إلى وين متوجهة؟ قالت سيدي أبا عبد الله قطعت علي بياض قلبي باستغاثاتك. يقول لي يا عمة الله ارجعي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات، جر الذيل. جاء علي الأكبر إلى ذلك الغلام، رأى شفتيه تتحركان، قال ما أدري هذا الولد وإيش يقول، فوضع مسامعه عند شفتي ذلك الغلام، وإذا به يقول سيدي يا عبد الله حولوا رحل أمي ما رحلكم. هذا من أنصار الحسين عليه السلام. بعد تدري من أنصار الحسين من؟ زوجة وهب. وهب النصراني اللي نال السعادة بالشهادة بين يدي الحسين عليه السلام، هذه كانت رافضة أن وهب يشارك في المعركة. لكن لما قتل وهب وإذا بهذه المرأة تأتي إلى الخيمة وتشلع عمودها أو تريد الدافع عن الحسين سلام الله عليه، ردها الحسين عليه السلام القتال على الرجال، أنتم عليكم البكاء، عليكم سحب الذيول، عليكم إبلاغ الأمة بما جرى على الحسين وأنصاره. نعم عليهم السلام. باقي بعد أتكلم عن واحد من أنصار الحسين وهو سعيد بن عبد الله التميمي، هذا من أهل البصرة. لما وصل كتاب الحسين إلى أهل البصرة وقرأه إمام الجماعة في المسجد، قال ترى الحسين ابن فاطمة محصور في أرض كربلاء،
يدعوكم إلى نصرته. أكو شاب كان تلك الليلة في المسجد وكانت ليلة زواجه، ليلة سعادته وهنائه، ليلة دخوله على زوجته. هذا سمع إمام الجماعة قرأ كتاب الحسين ويدعو لنصرته، أنعم، وإذا به يأتي إلى البيت يدخل تلك الليلة على زوجته، ومن بلج عمود الفجر وإذا به يحمل لامة حربه ويأتي إلى أمه مودعا. يقول لي يا أمه جاء كتاب من الحسين يدعونا لنصرته وهو بأرض كربلاء محصورا بين الأعداء. أمه تريد تمتحنه، تقول له ولدي صبيحة زواجك عرسك وسعادتك وهنائك شلون تتركها وتروح إلى قتل وقتال؟ قال يا أمه هذا الحسين ابن فاطمة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ركب جواده وأخذ لامة حربه وبدأ بالمسير. نادته أمه قالت ولدي إلي قليل. رجع هذا الولد نزل من على الجواد. يا أمه شتريدين؟ قالت إذا وصلت كربلاء فقبل يدي الحسين وأبلغه مني السلام. هذا وصل كربلاء في يوم عاشوراء، فسمع زعقات الحسين واستغاثاته وقلة ناصره، وإذا به يقول لبيك أبا عبد الله. ومثل بين يدي الحسين عليه السلام، أذن له بالبراز، برز، اتحرك شوي، نادى ولدي سعيد. قال بلى يا ابن رسول الله. قال إنك لن تبلغ رسالة أمك، مو أمك قالت لك سلم على الحسين؟ قال بلى سيدي يا أبا عبد الله، إن أمي تبلغك السلام. قال وعليها السلام، إن أمك مع أمي فاطمة في الجنة. هذيل أنصار الحسين سلام الله عليه، وتواعدوا ليلة عاشوراء بأنهم لا يخذلون الحسين سلام الله عليه. وانظر ماذا فعلوا في يوم عاشوراء، أبلوا بلاء حسنا حتى قتل جميعهم، وبقي الحسين عليه السلام يؤبنهم أحبائي. لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على المرات ما اعتبوا، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي. أرى الأرض تبقى ولا خلا تذهب العون مساعد الله بقيت عليه السلام يصفق كفا على كف.
وحيدا فريدا مناديا يا سيوف حرب عاد بسكم لا تناموا يا ابني عن دقعين وقدم لي الحسين عليه السلام الى المخيمات مودعا. يعني انا رايح اجيب مصيبه عبد الله الرضيع في هذه الليله. جاء الحسين مودعا فاستقبلته زينب واخوات زينب وسكينه تتبعهم وهي تنظر الى اخيها عبد الله الرضيع يتذور من شده العطش. جاءت زينب بعبد الله الرضيع اخي ابا عبد الله خذ هذا الطفل الصغير لم ياتي بجنايه ولا يدري من غايه لعل القوم يرحمونه ويسقونه قليلا من الماء. جاء به الحسين عليه السلام القوم ينظرون شنو بيد الحسين يعني قماش ابيض انا السلام هل امر اعجاز جايب الحسين سلام الله عليه لكن خلنا نشوف اثار ماذا يفعل الحسين بهذا الشيء الابيض الذي بين يديه. وقف الحسين بين الصفين ماذا ايقام اذا كان هناك ذنب للكبار فما ذنب الصغار حتى يموتوا فدعا في القوم يا لله من خطب فضيع انبئوني انا المذنب ام هذا الفضيع فعلي شبه شافعكم خصما لكم في النشعة. ماذا يريد الحسين سلام الله عليه؟ قال هذا طفل يتضور عطشا احضرونه قليلا من الماء وان خفتم ان اشرب الماء فخذوه عندكم واسقوه. افترق القوم فيما بينهم بعض يقول اسقوه وبعض يقول لا تسقوه وبعض يقول لا تبقوا احدا من اهل هذا البيت. رحم الله من نادى وحسين. يعني ابا عبد الله ما بتخلي احد بالمخيمات من الرجال والشباب والاولاد حتى عبد الله الرضيع بتضحي من اجلنا يا حسين. اختلف القوم فيما بينهم نادى ابن سعد اين حرمنا؟ يقولون حرمنا حادق في الرمايه. أكو رواية تقول جاء إلى كربلاء بثلاثة سهام فقط. تدري وين راحت هاي السهام؟ سهم أصاب عين العباس فخسفها وسهم أصاب قلب المولى وسهم ذبح به عبد الله Oh.
كان عطشان مثل ما هذا الطفل عطشان. أنا ما أدري أرويك يا حسين بويش، يا ليتني كنت حاضر، يا ليتني كنت حاضرا حتى أعينك على رفع عطشك وضفع ودفع الظما عنك يا أبا عبد الله. لكن يا حسين هاك اشرب ما يعيون، هاك اشرب ما يعيون سعد. أين حرمنا ابن كاهل؟ ماذا تريد يا شقي؟ ماذا تريد؟ قال اقطع نزاع القوم، قال أسقي هذا الطفل الرضيع، قال لا ولكن ضع سما في كبد قوسك وصوبه إلى ذلك الطفل واذبحه على صدر أبي الحسين. شيعة موالين محبين، وضع سهما في قوسه، التفت إلى ابن سعد قال في أي موضع تريد السهم؟ قال أنا ترى نحره ينوح كإبريق فضة، قال بلى، قال صوبه في نحره. بينما الحسين ينتظر الجواب وإذا بذلك وحضرت الجرائم اللي صارت في يوم الطف، هل أثر فيك شيء؟ هل رق قلبك لأمر؟ قال ما رق قلبي لشيء يوم كربلاء إلا لأمر واحد. يقول لي شنو هذا الأمر اللي أثر فيك يا حرملة مع قساوة قلبك؟ قال لما جاء الأمر من ابن سعد أن أذبح عبد الله الرضيع، يقول حطيت السهم في القوس وصوبته وأحس أنه فعزل رأسه عن جسده. يقول لحد الآن ما رق قلبي ولا ارتعش جسدي لأمر الله، ولكن لما رأيت عبد الله الرضيع أخذ يفحص بيديه ورجليه وقطع القماط ونوى بيديه على رقبة الحسين. يا
قالت الحسين أخويا سقيت عبد الله أو جيتني بصابون المايدون يا حسين. أبا يا أبا عبد الله تدري ليش وجهت لهذا السؤال؟ لأن الحسين يوم يأخذ عبد الله الرضيع كان يصيح، كان متألم من شدة العطش، قلبه منفطر من الظما. أذان الحسين جاب ساكت، قالت سكينة أكيد أبوي سقى يا أخي عبد الله الرضيع. ويا سكينة قامت في بيت الدار صيح ويا سكينة جيتني فعال الماء بالعجل برد غليلي نظم دائم حشا كان بيده ريش بيدي أخوها والقلبي بين ايديها ومددها صاحت اش صاير بخيي تمدد فوق الثرى كان انا لا تساليني وشوفي بحال اشجرى مو انت بس اللي تبكي على عبد الله الرضيع مو بس انت لا تدري ايش صار في المخيم حتى الحسين تعلم من بكاء النساء سكينة إلى المخيم قالت لهم ترى عبد الله الرضيع ذبحه صارت الضجة ورد أبو السجاد مألوم ينادي ايش الصيحة يا زينب يمك الثوم ترى بنعون نوحا يا حراير شمتة خفيه ورضيعه بدم الوجه
حوائجك وفكاك اسرارك و شوي استلم اسمه يا حبيبي.